فريما كنعرفو مشجع رجاوي قديم وقديم بزاف. من بعد داك الفيديو اللي كانت نشر ديالو ديال فريما غياخذ اميمه، اليوم احتفلنا واحد الاحتفال بمناسبه انتصار
والتأهل ديالنا. الأخ من الإخوان عيط للفريمة وجاب السيدة اللي أميمة اللي غيتزوج بها ودرنا لي خطوبة اليوم. وبهذه المناسبة كندعي جميع المنخرطين ديال الرجاء والجماهير ديال الرجاء إن شاء الله والفنانين اللي مالا باش نديروا إن شاء الله في 8 مايو نديروا لي شي عرس أسطوري. حنا مستعدين باش نساعدوه ماديا ومعنويا. وهذا راه واحد من ولاد الرجاء، هو مشجع قديم من انا كنعقل عليه من الثمانينات هو كيشجع فريق الرجاء البيضاوي، وعلاش لا ما نتعاونوش معاه حتى هو يدير العرس ديالو. وهذه مناسبه باش نعيطوا على كاع الفنانين وكاع الناس اللي بغاو ينخرطوا وفي هذا العرس ان شاء الله اللي غنديروا عرس اسطوري ان شاء الله في لويت ماي. مناسبه ديال الانتصار الحمد لله، وعبد العالي راه شحال نقول لك راه غني على التعريف، وتلاقينا مع الوجوه اللي شحال هادي ما شناهم وفرحوا بينا وفرحوا بعبد العالي حتى هو، وداز داك الشيء زعما كغايه وعرس بينا عرس رجاوي معنى الكلمه عرس رجاوي. والله يخلف على هاد الناس اللي داروا لينا هاد الفرح اللي داروا لهاد السيد هذا، وكنطلبوا لهم التوفيق وكنطلبوا الازدهار الفريق ديالنا باش يزيد شويه لقدام باش نبقاو نفرحوا ونفرحوا، وبغينا حنا نبقاو نزاو 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 تيتسطاو بس.